قبل قليل كان هناك عده رشقات صاروخيه استهدفت مدينه كوبيانسك في خاركيف السلطات الاقليميه او المحليه هناك تقول ان هذا القصف استهدف البنيه التحتيه واصفر عن اصابه بعض الاشخاص ايضا الهجمات والمعارك على اشدها في بخموت مجموعه فاغنر وكذلك ايضا الجيش الروسي وكذلك من الناحيه الاخرى الجيش الاوكراني هناك معارك يعني حرب شوارع تدور في أنحاء مختلفة من المدينة القوات الروسية تريد السيطرة بأي طريقة ممكنة على هذه المدينة في أسرع وقت ممكن كذلك أيضا هناك تعزيزات تحاول الوصول أو تحاول القيادة العسكرية الأوكرانية إيصالها إلى الجنود الأوكران في هذه المنطقة هذه التعزيزات هامة للغاية الجيش الأوكراني يقول أن طريق التعزيزات ما زال مفتوحا حتى الآن لكن المتوقع يعني وفقا لما نسمع ومن القياده العسكريه هنا ان شيئا قويا سيحدث خلال الايام القادمه لكن جدير بالذكر راوي ان اقوى يعني القوات الاوكرانيه المقاتله واكثرها خبره هي التي تقاتل في الجانب الشرقي في بخموت نعم. وكذلك في دونيتسك وكذلك ايضا في خاركيف وايزوم التي نتحدث منها الان يعني كما تشاهدين من خلفي هناك دمار كبير اصاب هذه المدينه هناك احدى اكبر مقابر الجماعيه موجوده في هذه المدينه، قتل اكثر من ألفي مواطن مدني بعد ان قامت القوات الروسيه باحتلال هذه المدينه لمده سبعه اشهر متواصله، نجحت على اثرها بعد ذلك القوات الاوكرانيه في دحر القوات الروسيه والسيطره مره اخرى على المدينه حتى ان الرئيس لا. الاوكراني زينيسكي بنفسه قام برفع العلم الاوكراني مره اخرى على هذه المدينه او احد اشهر مباني المدينه، بصفه عامه يمكن القول ان المعارك تبقى مستمره بصوره كبيره وقويه خاصه في المنطقه او المناطق والجبهات الشرقيه، المسيرات الاوكرانيه تقول القياده العسكريه انها تحاول استهداف تجمعات العسكريه الروسيه في اكثر من منطقه